القرية الثقافية هي اللمسة الموريتانية الخاصة والفريدة على قمة نواكشوط التي ستنطلق بعد أيام. هذه القرية عبارة عن أجنحة لمعرض التراث الوطني بمختلف مكوناته، مخطوطات، مؤلفات، وقطع أثرية، وآلات موسيقية، وجوانب أخرى سنتعرف عليها من خلال هذه الصور. عن هذه بعض الأسلحة الموريتانية كانت تستخدم، أثرية أيضاً. هذه منصة كانت تكون مقررة للحفلات أو السهرات الأدبية. هذه المحضرة الموريتانية، خيمة لعرض المحضرة الموريتانية، وهي تسيد للثقافة المحضرية ومكانة موريتانيا العلمية. طبعاً هذه بعض الألعاب التي تعتبر من التراث موريتانيا التي ما زالت متمسكة به حتى الآن. تماماً، هذه دائماً ألعاب تقليدية معروفة وامت. شو قالوا؟ نحن نقدم وجبة ثقافية سعادة. ليس ماضيا، هذا ما زال. هذه الالعاب لا زالت تستحضر حتى الان. بالسيق ما زال خالق، خاصه في المناطق الداخليه. هذا ما قبل التاريخ، طبعا هذه بعض الآلات و بعض التحف التي تميز الثقافة الموريتانية والمجتمع التقليدي الموريتاني. مرحلة معينة كان ينقال له لوزار. كان عليك ان تحتج على هذا لانه ربطوه كمان بالمرأة، ربطوه بها التخلف. طبعا هذه آلات منزلية. تماما. وهذه حلي كذلك نسائية على ما أعتقد. ما حد يستعملها. خالق سعد سفير تو اللي ما زالت تندار. تدمير التراث كبيرة. أنا أقول لحال سفير ربما عنده نظرة شيء ما تقدمية. على الأقل هي مميزات في من الثقافة الموريتانية. هذا طبعا الشاي الموريتاني. هذه لوحات جميلة فيهم القمة العربية بدون شك. طبعا هذه بعض المخطوطات والكتب. هذه العملة الوطنية السابقة. أي بعض الآثار. قطع أثرية. العملة ياك اللي جابوا من عملة المرابطين اللي عندنا هون. إيه هذيك جابوها. جابوها. هاي معارض التراث إلى آخره. طبعا هذه صور من 18 جناحا في هذه القرية تعرض مختلف أوجه التراث والثقافة الموريتانية لتعكس للضيوف التنوع والثراء الذي يميز هذا البلد. كان هذا ما لدينا في هذه الفقرة لهذه الليلة. نعود إلى زميل سيدي وضيوفي.